السلام عليكم الخوت، دابا راه الشتا، دابا راه الشتا يا بابا، نتوما كتشوفو الشتا. و اليوم غادي تجي ديك العاصفة. اليوم هاد الصباح راه قالو غادي تقدر تكون هنايا، يعني مع 5 ديال العشية أو تقريبا حوالي ديال الغدا يعني. و راه دابا بدات الشتا، الله يدير الخير، يعني غادي يقدر تقطع غادي تقدر تقطع الضو، غادي يقدر يتقطعو بزاف ديال المسائل، ولا قدر الله كيقولو غادي تقدر تقلع شويه. يعني الناس متخوفة، يعني هاد الصباح هذا، يعني راه 3 أيام باش هما محضرين لها. الله يدير الخير، يعني راه سادي بون أول عاصفة غادي ندوزها في هاد البلاد هادي. يعني دابا راه عاد بزاف الشتا، يعني وين نمشي نكون شي جدد غادي نخبروكم. يعني دابا راه الشتا الحمد لله، يعني كامل الناس خدات المسائل ديالها، ديال اللي كتكون برا بحال ديك الباربيكيو كما كنتقد تشوفو. يعني الناس تصور معايا هذاك شو كيدار ليه، هذاك يعني استطاع باش يحل مخوفا من الزرع كدا. يعني من الأحسن يكون كانت الفكرة بأن أنا عندي بأنه يدخل ولا سميتو ولا يحطو تما، يعني لكن ما زالش يعني الناس متخوفة بزاف. ايوا واش نقول لكم، الله يدير الخير وصافي. السلام عليكم، جديد ان شاء الله، رايح عند البلد بل.